المرسل محمد علي له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز المسح على العمامة؟ وهل الحناء الذي يوضع على الرأس للزينة أو للتخفيف من الحرارة أو غير ذلك يجوز المسح عليه؟ أفتونا مأجورين. أما العمامة فيشرع المسح عليها بشروط، إذا كانت العمامة لرجل، أما النساء فلا تلبس العمائم، لأن هذا من التشبه بالرجال، وأن تكون هذه العمامة ساترة لأغلب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون هذه العمامة مثبتة بذؤابة من الخلف، بذؤابة نازلة من الخلف أو محنكة، يعني يدار منها دور تحت الحنك أو دوران تحت الحنك حتى تكون ثابتة ويشق نقضها ونزعها. بهذه الحالة يمسح عليها للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها مثل الخفين. الحمد لله. وأما الحنة وما يوضع على الرأس من المواد فهذا لا يمسح عليه بل يمسح على الرأس، والحنة ونحوه لا يمنع من صحة المسح ونزول الماء إلى الشعر، من يخترق يخترق كثافة الحنة وجرم الحنة، يخترقه الماء ويصل إلى الشعر. نعم. إذا لو كان الحنة متلبدا على الرأس فالمسح تمسح عليه ويكفي هذا، وهذا لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. نعم.